متابعي كرة القدم، نقدم لكم اليوم موعد مباراة تشيلسي وساوثهامبتون بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. هستكم المباراة الأحد 22 أبريل 2018. كما نقدم لكم القناة الناقلة للمباراة بالتفصيل. وتقوم المباراة على ملعب ويمبلي بمدينة لندن بإنجلترا. ويدير المباراة تحكيميا الحكم الإنجليزي مارتن أتكنسون الذي يبلغ من العمر 47 عاما. ويذكر أن تشيلسي قد صعد لهذا الدور النصف النهائي بعد أن تغلب على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، كما صعد ساوثهامبتون بعد التغلب على ويجان أتلتيك بنتيجة 2-0. وتقوم مباراة تشيلسي وساوثهامبتون اليوم الأحد 22 أبريل 2018 في تمام الساعة 4 بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والسادسة بتوقيت الإمارات، والخامسة بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والثانية بتوقيت جرينتش والمغرب، والثالثة بتوقيت تونس والجزائر. كما تذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 1. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.